اتفضل. بقترح اقتراح نزود الارداف. انا سمعت الاقتراح أيوة. بتاع حضرتك ده احنا سمعت الاقتراح بتاع حضرتك. خلينا بس قبل ما تقترح نشرح لحضرتك المنظومه، وكانت توجيهات دوله رئيس الوزراء واضحه ان احنا هنعمل لجنه مع وزاره التموين مع دوله رئيس الوزراء ونشوف مجموعه من الحوافز والاليات اللي نقدر نساعد الفلاحين ونشجعهم على التوريد بان احنا نتحمل منهم تكاليف ان نبحث السعر. هناك اليات اخرى، فدوله رئيس الوزراء قالت خلال يومين ثلاثه هنعلن هذا الامر. فده محل دراسه، يعني في محل دراسه ان شاء الله. يعني ممكن خلي بالك انا عايز اقول دولة مش عايزين نستبق الاحداث، مش نستبق يا سياده الوزير. انا بتكلم دلوقتي على الاتي، انا عندي الاسعار العالميه زايده 49% في 14 يوم، فانا بتكلم على المزارع واحنا محتاجين الاحتياط بتاعنا يزيد، مش كده؟ وحضراتكم النهارده بتتكلموا على ده ان شاء الله. فانا مصلحتي كدوله وكمان مصلحتي مع المزارع بتاعي. احنا ما الفلوس دي ما راحتش بره، ده راحت جوه. لا بس خلينا مع بعض فضل. احنا زي ما بنقول كده بنبحث هذا الامر، وان شاء الله هننسق مع معالي وزير التموين مع معالي وزير الماليه عظيم، ونبحث هذا الامر، لان الدوله المصريه دائما بتضع في اعتبارها مصلحه المواطن ومصلحه الدوله ومصلحه الشعب. فزي ما انت شفت كده دائما الدوله بتاخد اجراءات استباقيه. لو ما كناش مثلا على سبيل المثال عشان اشرح لحضرتك اتفضل يا فندم، ما كناش خدنا مثلا مشروع القومي للصوامع كنا زماننا دلوقتي في موقف ده. ويمكن ناس كتير قالوا هم بيعملوا الصوامع ليه؟ لو ما كانش عندنا الصوامع والمشروع اللي تبناه فخامة السيد الرئيس كان زماننا دلوقتي مخزن فين؟ يعني خلي الناس مثلا المشروع القومي للتوسع الافقي احنا زدنا اكتر من 300,000 فدان ل 400,000 فدان قمح السنه دي. الارض دي جايه منين؟ جايه من التوسع الافقي. نعم. استنباط الاصناف وتعديل الاصناف وانها تزود الانتاجيه بدل ما كانت بتنتج كذا بقت بتنتج 19 و20. نعم. دي كلها اجراءات استباقيه خدتها الدوله المصريه. نعم. ايضا الدوله كان هدف المؤتمر اليوم ان رساله طمانه ان الدوله المصريه قادره، ان الدوله المصريه ما بتسيبش الظروف على كده. يمكن زي ما سيادتك بتقول كده الاسعار زادت بنسب عالميه كبيره، لكن الزياده عندنا في بعض السلع ما تتناسبش مع كده، اقل بكتير على سبيل المثال اللحوم وغيره. انا سمعت حضرتك من يومين كده كنت بتتكلم في الاسعار برضه، لابد ان تاخذ في الاعتبار نقطه التعادل. وانا مش مصلحتي ان الراجل المنتج يبيع باقل من انتاجه من تكلفته، وبالتالي هيخرج من السوق وبالتالي ترتفع الاسعار. ما بقولش لا، بس ما زودش زياده اكبر من المستحق. الزياده دي بقى تنادي حضرتك تنادي بقى الناس الحلقات التسويقيه اللي بتزود بدون مبرر. لابد احنا، وكان هناك تشديد على الجهات الرقابيه. لا هو انا اللي هنادي ولا حضراتكم عندكم اجهزه رقابيه هي اللي تتابع؟ احمد بيه خليني اقول لحضرتك اتفضل معالي الوزير اتفضل. انا بقول حضرتك توعي الناس. النهارده كان في اجتماع مع دوله رئيس الوزراء مع الساده المحافظين. نعم. وكان في اجتماع امبارح مع لجنه الازمه. نعم. واول امبارح مع لجنه الازمه فيها كل الوزراء المعنيين. نعم. الدوله كل جهاتها التموين من خلال منافذ التوزيع. احنا كوزاره الزراعه هنضخ سلع باسعار يعني منخفضه كويس جدا. في خلال الفتره اللي جايه سلع كتيره في اللحوم ودواجن وبيض وخضروات وخلافه. الجهات ارخص من السوق، ارخص من بره، ارخص طبعا. هنعمل التوازن في السوق طبعا. كمان حاجه ان احنا اتفقنا، بس خليني عشان اشرح فضل. عشان برضه حضرتك ما يبقاش يعني برضه الدنيا كده كلام. لابد ان احنا مثلا على سبيل المثال الدواجن والبيض احنا عندنا في اكتفاء ذاتي. الاسعار بترتفع ليه؟ فاحنا اتفقنا مع اتحاد الدواجن واتفقنا مع كبار المنتجين هيقعدوا ان شاء الله يوم السبت مع معالي وزير التموين مع بعض الشركات اللي هي السلاسل الكبرى في التوريد عشان يقدروا يوردوا لهم ونقلل حلقات التسويق وبالتالي نخفض كويس الاسعار للمواطن. الدوله بتعمل اجراءات كتيره جدا. لازم برضو على الجانب الاخر بقى، ويمكن انتوا لاحظتوا نجاح الحكومه في هذا الامر خلال ازمه كورونا وان الدوله ادارت الازمه ومفيش مشكله. لا رغم ان الناس تكلمت في البدايه احنا مش عايزين هذا الامر يتكرر. ان شويه شائعات وشويه بتاع يجروا على الناس تتزاحم على الحاجات. الناس تتزاحم وتعمل لنا مشكله. فهو في برضه لازم يبقى في وعي. احنا بنقول الدوله قادره ما يخزنوش يعني. هيخزن ليه طالما السلع متوفره؟ اولا بيعطل فلوسه وبيحرم السوق منها. موجوده ليه؟ ما هي موجوده. نعم. فاللي انا اقصده ان السلع متوفره. دوله رئيس الوزراء اعلن، معالي وزير التموين اعلن، احنا بنعلن ان التموين ان القمح